صباح الخير. صباح الخير باجي، عارفين نتاعك. صباح الخير يا سبوعي، اشنو عجبك الفيلم؟ لا ويحسن ويهبط الكبي ويقص الشهيه نتاع الدنيا كل. عجب ساعه فيلم سمباتيك، فيه سوزي لكن مصله طالعه قنبله على حاله. قنبله يظهر لك تبى تجيش وشيك قدام عزوزتي. تو فهمت علاش الفيلم ما عجبكش، انت ناقصتك حاجه. عم شو اللي ناقصني؟ انت لازمك تلم سويقاتك وتعرس وتملك نصف ديلك. قالوا لي عرض وانا قلت ليه؟ همك الطفل اللي انا شارع عليه نفختني. اين هم بسيفة نفخك؟ انا خاف انت نهار كل كي 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 تتكوبك وتلدومر قدامك. عجب يا باش، مش انت تقول اللي البلاد يحبوا شكون يضحكهم؟ اي صحيح، اما في الجديات الضمار ما يكفيش. باه هي انت شارع على الطفل، يعليش تقعد تتشهمل في الترين؟ دز الباب واسبق شويه. زعما يا باجي نقول لهم انت مشيت تخطبها من عند خالتي جنات؟ شوف بس اللي خمم، ما فماش حل اخر. اسمع كلامي اصدم ما تخافش. صباح الخير سلومه. صباح الخير مدام الابيض. ها وين على خير على الفجاري نتاعك؟ امي باش تعدي لي باش تهز تقدمني البنكاجي من معارفها. شو شو وما لاباس تقدم فيك البنكاجي؟ باش ناخذ كريدي باش نعمل مشروع نتاع كريش في الحانوت نتاعي. ما في بالك قاعدين يبنيو في سيتي مضخمه بحذايا كريش نتاع صغار. انت ما كنتش تعرف تبدل حتى الكوش نتاع بناتك، خلي باش تعمل كريش جمله واحده. يا اخي بجدك باش ترد الحانوت كريش؟ شنو بجدي مالا فضلك يا سيدي؟ لو فرض نعطاوك الرخصه، ها اشكون باش ترضى تخلي صغارها عندك؟ اينو با لو شوا، وزيد اللي يسكنوا في حي هاي يبداو ديما يخدموا وما عندهم كان حل الكريش لاولادهم. هذي ها واسمع، هذا كريش السبع تحت الزرصه. بلا وقداش باش تعمل الراس الصغير قداش في الشهر؟ الضرب الصحيح مش غادي. ملاوين الضرب الصحيح يا سيدي في الكوش والفطور واللي ذايا انفورماتيك. باهي هذيا يتعلموا الانفورماتيك وهما في القماطة. خليها تحكي لنا على الكوش والفطور الساعة. الكوش يا اما تجيبهم لهم مع والدها والا تشريهم من عنا الكعبة بدينا، والفطور زاد كيف كيف، يا اما تجيب فطور ولدها والا نفطروه احنا الوجبة بخمسة آلاف. واذا كان المرأة تنسى ما تحطش فطور ولدها تقتلوا الطفل بالشر. وفما يا عمي شكون تنسى فطور ولدها ولا بنتها؟ ثم وليدي ثم ونعرفهم زادا. امي حشي بك في حاجه كده ياسر. شنو يا سيدي الحاجه الاكيده اللي خلاتك تجي تجري ومخلي الصاله وحدها غادي؟ كسكروت ولا سلف دينار؟ سليمان اخت اخوك صغير يز قول هن نسمع فيك. نحب نعرس. تتكلم جدك؟ شنو هذا النهار المبروك والنهار السعيد؟ يا ربي تممني بالخير. شنو هاد صغريت شفما يا اخي؟ عارفكم باش يعرس. يا طوطو باش يعرس. ابون سي عزة وافقت؟ عزة 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 انا الناس بجنات العرافة. شبيها عزة باب؟ اش عندنا ما نختاروا عليها؟ الذريع والقداء والرتبة وزيد فوق الكل تحبنا وتموت علينا، اش خصلو كان ثم منها زوز؟ وزيد ياسر سامباتيك، هي وطونطون يعملوا كوبل ياسر اصاتي، مش هكا فاطومة؟ اي والله بحق با، يجيو كوبل اهبال. انا مانيش موافق. يا ولدي انت شو مدخلك؟ مادام هو حاب الطفلة وزيد هاي امك قالت اللي هي تتفاهم هي وياها، توا بعد العرس تمشي تسكن بحذا ولدها الصغير وكنتها المجدية وهكيكة كل واحد ياخو راحته. قلتها بفاي مثل كنتها المجدية. عزة مجدية ونتهنى على اسبوعي معاها، ما عندي ما يسكن حذاه. اما هذا المسكين وليدي لو كان نخطاه هنا شكون بيه؟ ما نجمش نفارقوا. وين يا ولدي مثبت العرس مش لعبة راه. ايه مثبت ونص، وانت غير حضر روحك المصروف. طونطون طونطون راهي عزة باش تطير بالفرحة مش هكا؟ لا خاطر على خاطر هذيك رجع لها شاهد العقل.
خاطرني مازلت ما قلتليش. ربي يزيدك في الهدايا يا وليدي. شفتوه وليدي شفتوه، ما حبش يمشي يخطب الطفلة إلا ما يجيش عورني. فضلك سمحني عايش وليدي باش نجدك. أيه؟ تعرفش امراه اسمها جنات؟ شنو نعرفها بايشي؟ تدخل فرد عيله احنا. مالا تسكن هنا؟ تسكن هوني؟ تي هي بنيت البلاص. تعرفش كيفاه حاج؟ ادخل ارتاح بحذايا تجي البنايه نتاعها تتلهى بيك. اي تفضل. يعطيك الصحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا سامحنا دقيقه واحده ويجي الدكتور. ماذا قلت لي البلاصة هذه كل متاعها هي. هي حتى انا عندي عليها 10 سنين ما شفتهاش. اه ظرفك كنت كليون قديم عندها. لا يا ولدي تينا الحاج محمد بن عمران بن محمد بن خليفه تخلي البنيه عزه تخدم عندها. خل عزوزتي خل اختي عزه. يا مرحبي يا مرحبي يا زرده بك 1900 طن بركه. يا حاج مرحبي يا زرده دقيقه واحده عندك العزه. قولي عاد شنو شربوك؟ قهوة تاي حليب يا غرد شربة مرمز اللي تحب. هذه جيتك تفضل تفضل اقعد. بسم الله. مرحبا بك في تونس. وبيك يا عيشك. شنو الفلاحة ماشية؟ الحمد لله. يا خويا صح عليكم انتم الفلاح. خبزكم مخبوز وزيتكم في الكوس. واحنا هون زيتنا في دبابز البلاستيك. يا ودي ناحي ديك من غادي وشبر بسم الله. سامحني سامحني. خالي حاج سامحني بديت عليك شوية. مو كيما يقول مثلا خرج العروسة من ضربوها. هاي عندك فيها جيت. هاي دقيقة تجي هاي جيت هاي جيت. خالي سلامة. عروسة وسكت تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. عندي عليك 10 سنين يا عزة خليتك قدك. حتى انت زيدة خالي لا طلة لا فهرة. ما كتعرف بنية اختي هكا خدمة الفلاحة راهي لا فيها لا كونجيات ولا خلعات. اجي معايا. هاي بسم الله. شنو هو خويا ابو جمعه وخويا احمد واختي خميسه؟ لاباس عليهم كلهم يسلموا عليك. اي تفضل خالي. عايشه بسم الله. دخل واحد هنا من مكتوب امي موافقه سيدي خويا بحسب موافق مرتو زاده. شكون انا جنات هذيك خليها على امي. شكون قاعد يا ربي شكون قعدت لي بها الفايده عزه شو زعما نمشي لها. صباح الخير. صباح الخير يا اخي. انا جاي مخر ولا هو جا بكري؟ لا لا زي جاي وحده من رونديفو. اه سي بيان. هو المرضى بدو يكثروا. يظهر لي السخانه بدات تضرب في المخاخ. ايش قال العروس؟ مرحبا بك سيدي تفضل. اي مرحبا. تفضل تفضل. شكرا. خذ راحتك سيدي. مرحبا بك. بون قبل الكونسلتاسيون نبداو بالسؤال التقليدي. علاش جيت وشكون نعطيك عليا؟ انا في الاصل نصحني الحاكم باش نشوف طبيب نفساني. الحاكم؟ ما فهمتش. ماني سرقت طبليه شوكولاته في السوبر مارشي ورصت لي نبعث. انت تشديت على طبليه شوكولاته؟ انت عملت كيما الجماعه هذوكم اللي يبداو يتفتفوا في السوبر مارشي. هاو كعيبه بومبا من هوني هاو باكو بسكويت من غاديكا. فما شكون يوزن شويه لوزه كيف شعدي بينه قيط ويدس في الشريو. مصيبه يا دكتور والله مصيبه. الله يديهم اش علينا فيهم احنا. دقيقه برك نجيب فيش ونجي. باهي سيدي
عجب، مش توا جبت ستيلو قدامك؟ اي نعم، ظهر لي انا هزيته لك من غير ما نشعر. سامحني دكتور، تفضل. سي با غراف، سي با غراف، ما يسالش. انا بدي تصير لي هكاك، ساعات نتسلف ستيلو باش نكتب بيه، وبار ريفلكس ننسى خليه عندي. باهي سيدي، شو اسمك؟ ووه، عزة في الهجين تجمع في الجربانة، هذيك اللي مازال. وش هي توا اللجنات؟ يا اخي نسيتي مفهمتنا ولا واشي؟ مش كي قاعدة تعزى يتيمة تفهمنا باش تربيها وتعاونك وتقوم بيك، حتى نجي مكتوبة، يعني جيت باش نعرس لها. أنا ما نسيت شيء. أمين استنست بعزة وعزة استنست بيا وبتونس. ظهرلي كي تقبل تعرس تمشي لآخر الدنيا. كيفاش ما تقبلش؟ أخي أنا باش نلوح بنية أختي ولا باش نعطيها البراني؟ راني ما خيرها لولدي. اللهم عاد أنت ما لمتيش ليها زهازها كيما تفهمنا ولا خايفة؟ خايفة؟ خايفة ليش؟ شنو حاج؟ ريتي قلابة أنا؟ على الأقل أنا ما سلمتش في بنت أختي. مش ليناها جنات؟ راهي مرتي الله يرحمها وينعمها ما حبتهاش تسكن عنا. وأنت تعرفي أنا ما نجمش نلوي العصافير. والأمور العائلية شنو أحوالها؟ عادي. أنا والمدام متفاهمين، عندنا زوج وليدات مدللهم أكثر من اللازم. ما نحبهمش يتحرموا كما تحرمت أنا. علاش؟ أنت كي كنت صغير كانت نقصتك حاجة؟ أنا والدي كان ضعيف الحال. خدام. وصل كبرنا أنا وأخواتي إلا بجهد جهيد. الله يرحمه، عمل اللي نجم. سامحني. عجب. التليفون مش جبته من الفيست انا؟ دقيقة بربي. الله غالب، يا كوبل. الو، وي زينب، وي، وي. لا لا لا، ما نجمش توا، ما نجمش. Je suis en pleine consultation. سبوعي شبيك؟ تم كليون جيت؟ لا لا، جيتك في حاجة شخصية وحب ناخو رايك فيها. شخصية وتحب تاخو رايي فيها؟ ما تقوليش ناوي تخطب. أيا مبروك، شكوني؟ نعرفها؟ شنو ما تعرفها؟ تعرف كان هي. أي شكون؟ أنت تحب نخطبك أنت؟ تحب تخطبني أنا؟ قديش قد تخمم فيها يدي؟ من يوم الصبيع ملي دبر علي البيجي. وزيد دبر عليك البيجي ماتريكس اللي ختمت. ما بيه فوق علينا بالبيجي، انسى انسى. المفيد انت موافقة ولا؟ انا نتكلم فيك بالرسمي، مانيش فضلك. توا نخمم ونقول لك. تقولي تقولي ايه؟ نجم نقول لك ايه؟ كيما نجم نقول لك لي. يا ربي بعد علينا كلمة لي. يا اخي ما تشدش لسانك، لازم تقول لها الباجي يسعني. بيه بيه فوق علينا، اش تقول لك في اللي سمعته باجي؟ ساعة ما توافق. حسب اللي سمعته نهنيك، كل مؤشرات تقول لاباس. ساعة ما يا باجي فرحتني. حسب خبرتي، المرأة كي ما تقولش لا من الأول يعني إيه، أما تبدا تعمل فيها في شوية ناموس. يا خويا نحب الناموس ونحب القموس. المفيد توافق. تعرف يا باشي، لو كان بشارتك صح نحطك تشهد في عرسي ونعينك وزير بتاعي يا باشي. زعما نبرة يا دكتور، ما تصورش قديه نحشم كيفي في قبيه الناس. لا لا باس لا باس، الكليبتوماني هذه مرض نفساني، شيء أقوى منك. أنت تسرق بصفة غير إرادية، تسرق من غير ما تشعر، وذاك علاش الحاكم طلع مش صعيب معك وبعثك ليا أنا. ونوعية السرقة هذه ما تعديش، راه مش كي السرقة العادية. هاي نتقابلوا نهار الجمعة إن شاء الله. إن شاء الله، في أمان.
مالا كيما تفهمنا جنات، هاني باش نمشي نكري كانونه للزهاز، وتكوني انت كلمتي عزه وحضرتي لها فليجاتها. قل لي انت قلايبك على الفليجات اكثر مني على عزه. يا بنتي عزه الرجل انا واش مدخلني؟ نحب نتهنى عليه، راهي وصيت امه الله يرحمها. دي جنات باش نجدك، فما مراه زارتك مقابلاتك اوني عزوزه ترنكوشه تحفودك تشوفها تقول لي بنت الخمسي. قل لي انت تحب تتهنى على الولايات باش تتهنى على رويحتك. جنات اخوتي واش قلت لك نشد فيك وبر هاي بالسلام. عزة يا عزة. نعم نعم يا اخي خالي روحة خسارة، حبيت نذوقوا شكشوكتي. قال عنده قضيات وراجع، وراجع زيادة باش يهزك معاه للبلاد. باش يهزني معاه للبلاد بلا مناسبة، توا تذكر بعد 10 سنين. قال باش يعرس الولده الكبير. يا خويا ابو جمعه باش يعرس؟ اي وباش يعرس بك انت. يعرس بينا شنو نانا تفادلك ولا تحكي بجدك؟ واه انا نعرس ابو جمعه؟ نانا انت قلت له ايه؟ واش تحبني نعمل؟ خالك راهو خالك حتى قدام الحاكم يجيب عليه الحق. ليه عاد سامحني؟ حتى انت عندك كلمتك، انا محسوب كي بنتك ونحب نسمع رايك. بنتي بنتي ونص. وذا بيا تعيش بهذايا، اما شبش نعمل؟ مستقبلك ابجل، شبش نعمل؟ أما خير تعيش مع فلاح وتعرس بيه وتعيش في الطبيعة، ولا تعيش بعدية تظفر في الشيب. تي هيا عاد طنطو حبك قوي وعندك عزيمة، الدنيا راهي ما وفاتش. اي والله بالحق طنطو لازم تعفس على قلبك وتحاول تنساه. وريكي نعفس على قلبي زيد يوجعني. هذيك هي الدنيا طنطو، والحب مش بالساهل، أو تكبر وتنسى. إيه سألني أنا نحكي لك، وخيتك تليعت برشا مرات، شوش نعمل؟ هاني صابرة. إيه زي واحد ما تزيدوش على أمي. عليش طنطو؟ لك أول ولا آخر واحد ياخو بونو في حياته العاطفية. إيخي ما سمعتش صار في غوميو جولييت قايس وليلى؟ أنت ولا هذاك كان وليد الأصمر شو اسمه هو؟ طنطو قواجي. ليه طنطو؟ عنتر الشعر ياخي ما تعرفوش كان يحب عبلة. عبلة كامل. يا هيا عاد طنطو نحبك صفن. طنطو لا يفهمو هو الصفر بكل. كيف نكرهو ويحس روحي مش الدرجة. ابكي يبكي طنطو ما تحشمش منه، فرهد وفرهد قلبي. مرتك مازالت عند البنكاجي نتاعها؟ كلمتني قبيله قالت لي مازالوا عندها شويه قضيات باش توخر. ربي يقضي الحوايج. ولدك اسبوعي وينو؟ فكرنيش في اسبوعي، هاكا في بيت يبكي ويغرد يهبط فيه محيا، حالته ما تعجبش بالكل. راك اش بيه مريض بالعطعه؟ هو الطفل هذاك ملي نواه على طفله عزه وهو بالسخانه يتقلى. ملا بعد العرس اش باش يعمل؟ الخيوط نتاع مخه باش يمسوا في بعضهم؟ يا اخي ما في بالكش اللي الطفله عزه خالها جا من البلاد وهزها باش يعرسلها؟ ابو ها ماله، الطفل طار وانقز وحلف بيمين على النساء وقال لك عزه ولا بعدها ابارامون ولا قبلها زادا. لا زينب وينك التوا؟ ها كنت تشخلع انت ومينتك؟ بربي انت ما تزيدش عليا، راني مانيش ناقصتك بالله، وزيد تشعل فيا زاده. هذا اش نصحك البنكاجي نتاعك؟ قال لك بدل اللغه مع راجلك. جيستوما ما عادش نحبك تجبد لي عليه سي البنكاجي. شبيه زاده؟ شبيه اش قال لك؟ ها؟ لا قل لي ما يسالش، خلينا نمشي له البنكه نتاعو اللي ما نطلع له بالحوحو. اسمع سيدي،
ما في باليش بيك ما زلت غير عليا. ماشي في بالي سايي خرجنا من مرحلة الحب ودخلنا في مرحلة العشرة. هو لا هاد حشمة ولا جعرة، جاب ربي البنيات ما همش هوني. أمي فضيلة شنو عشان؟ توا كي تحط الطاولة تعرفوا العشاء. اي ما قلتليش قالك البركاجي. من الاول حالي في الجنة ذراع، ومن بعد كي طلع الحانوت مش ملكي قاليش باش ترهن مدى. قلت له ما عندي ما نرى. اي زينب انت ما تعرفهاش الحكايه هذه. انت كي باش تمشي تسلف 5000 من بنكتك يلزمك ترهن على الاقل على الاقل كارت ابو 30. صباح الخير سبوعي. صباح الخير خد جنات. خوك هوني باهي ياسر. اسمعني حلو وطنيك مليح. طوى محسوب 4 أيام اللي عزة مشيت لبلادهم باش تعرس، مو في بالك؟ عادينا قلت في عوض نجيب بنية أخرى. أهو كأنتي تتلهالي بكليوناتي وكليونات خوك. ماك تعرف خد جنات أني شعني شيت لها بكليونات خويا. ربي يزيني عايشك اللي يسمع يقول لكلياناتكم بالصف. اسمع كانت تتلهالي بكليوناتي إلا ما نعطيك دينار على الراس. هذا لا خد جنات شخد لي دينار على الراس نفهمي حتى نوريك الخطة كيفاش لما نسيك فك الخينة عزة. قل لي وقتاش انت عرفتي من توا ورد بالك راني نحب الخس والشطارة ورسال الحلو مع الكليونات. ما كانش لحل طلع ربطة لا 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 بيش آه. وحاجة أخرى إن شاء الله خير قهوة الكليونات تحبك طيب هنت هو ذاك اللي فيك متفاهمين متفاهمين دق عليها. هاو هاو نظرية عصباح. أيوة دينار على الرأس. هيا قولي جواها 20 رقبة. قلنا رقبة دي على الرأس دينار في العشرين. قداش يجي قداش يجي هووو يو جيو 10 ألف ويش هووو يو بابي 10 ألف. صباح خير. صباح خير مرحبا بيك أختي. شكون جاي مدوازيل؟ عندي رونديفو مع دكتور لابيض 9:30. انا في رجمي قلت لي هي هي 9:30 هكاك مدموزيل انيسه هكا ولا مرحبا بيك. قل لي اختي ما شربتش قبل مشيت هكا العرافه؟ عرافه انا وجهي نتاع عرافه. لا 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 الناس البركه خاطر نعرف عرافه هنا جارتنا قال لك يديها تجمد الماء كي برشا حالات صعبت على الطب. وكيف مشاو لخالتي المعنى هذه جنات حلت لهم مشاكلهم بالاخص يجيوها كل البنات اللي يحبوا يعرسوا. كوا ماضي نتاع واحده حايره في راجله تينا على شكون نرضى يا سيد؟ قالك عرافه ولا شنو؟ ما فهمتنيش يا بالمزال هذيا راهو يجيوها المزقفين والقريين تاعي حتى من الطب يجيوها. اسمع شخص هاو طبيب جاي فلك معاك راهو هذا تمشيش تحكي للطبيب. بونجور بونجور. قل لي هذه 100% جايه للعرافه ها؟ ما نعرفش علاش ناس كيف هكايا ما يجينيش لي انا، شبيني دوني؟ لا لا ماكش دوني، هذايا عندها معاك رونديفو بعد درج. بعد درج؟ لواه بعد درج؟ تو نقبلها توا توا، تفضل مدموزيل تفضل. مرحبا بيك، تفضل. سيدي خويا سامحني ما زلت ما عمرت ليش في لا 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 ما يسالش شنو عمرها هنا هات هنا. لا لا شكون كل واحد خدمته؟ اسمع اسمع ما تنسيش. طيب انا طيب تفضل. يا مرحبا يا مرحبا شرفتنا يا لله مرحبا بيك. قل لي جيت لنا نعرف انت مش هكا شوي خرد نفس السهر الدروج عملوا فيه ندفع ليك مزامكم مزامكم الواحد من الباب تبدو تمحروا فيه يا عبتيك نجم تسكت جاوبني كان براسك جيت لنا انت نعرف يا مرحبا بيك للبيا هاي سلم روحك لأيي عدد كاتي تسيبني لو انت تطيحني
شنو شنو اش ثم ولا بيس؟ ماذا ما قال الخير يا نانا يا وجه الخير؟ هاو صبحنا وصباح الربيع للا جيتك القلب حاير والمخ داير. ربي قوي صعبة ان شاء الله بجا سيدي الحفناوي يطلق دود ويسوي صعود. تعبرها مسجلة هذه. سامحنا يا للا الله غالب. تفضل ادخل تفضل ادخل. سامحنا عزازة الله غالب. زازة زازة ونص هذيك تستاهل كل خير اختنا. ادخل ادخل بساقك اليمين وقول عرض علينا مين. الزيت شتوا من هالليلو المرا في شعطة طيحت لها قويمها برا طيب قهوة. سامحني غادي جنيت مش نخطف روحي نسال ونرجع. معنا ما نسيت شيء. بيض عبد الكف خلي التعب يخف وزيد ناخذ هف. تفضل يا سيدي. شد اسمع ونقص من مزيكة البي بتاعك. رحت قطرت لها قطرت لها قطرت لها. تأمر يا نانا يا سمرة انت يا عسولة. عليا يا عديدي شبيني انا. واو بسلامة يا عروسة. بسلامة. اللطف يا صاحب اللطف. الو وي اهلا باجي لاباس؟ علاش ثم؟ يجيني يجيني تو نقول لك. هي هني استنى فيك. اسمع اجي من غير ما تقول اسبوعي. باهي باهي توت سويت هني جاي. اسبوعي هاني خارج البرة بقضية نصيف ساعة تونجية. خذ راحتك سيدي خويا رونديفو جاي ربع ساعة. باهي شنو اسبوعي؟ امبوسيبل. يا مرحبا يا مرحبا بيك وزارتنا البركه يا اختي. قولي انت جايه لسيدي خويا ولا نانا؟ جاي المدام جنيت العرافي. مرحبا بيك تفضل تفضل معايا. وعليا محلاه روبتك. تفضل تفضل تفضل. هيا ادخل ادخل في هذيك اليمين. شخو شفت الخنار هذا بعينيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كل شيء كنت نتصوره بالله. ايه يظن يا خوك تصدم نهار مشيت عليك البنيه عز. ما كنتش نظن الحكايه بالمجدله هالدرجه هذه. وزيد قالوا لي حلف على النساء. يظن لي غالط تحلف عليهم حلف على الرجال. اسمع يلزمك تلقفوا قبل ما يفوت الفوت. شنو شنو يا باجي نلقفوا؟ نبعثوا للجيش؟ لا يا اخي بك طبيب نفساني انت. عتالي شنو نعدي على اسبوعي؟ اي نعم سيدي تعمل له سيونس اليوم قبل غدوه زاد. عندك الحق. فما خير ولا امي تشوفوا في الحاله هذه لما يصير فيها. تقتل يا انتي. نانا هاي القهوة. تفضل اختي تفضل. ان شاء الله في شوية وهنا ويزين صاحبتك. باهي تنجم تمشي للصالة بتاعك يلا. نانا انتي كيفاش؟ مازالت عندك كليونت أخرى. أنا قلت فرد برا نعمل لها قهوتها. ما تبني بالطبلة يا وكانك على خويا راه خرج. باهي تبرم وسكر الباب ورا. تو تسويتي يا عسولة انتي. وعليا. سيدي خويا مازلت قاعد؟ هاو عندي رابور نكمل فيه واني جاي. اسمع اسبوعي اسبوعي اجي حقي اجي اجي اقعد 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 حاجتي بيك. اسمع اسبوعي حبيت اقول لك اللي والله شو عملت سيدي خويا خطيني. خليني نتكلم من فضلك. حبيت اقول لك ملي مشيت عزة سيادتك تبدلت وحتى السلوك متاعك ما نخبيش عليك ولا يحير. انا سلمت امري لله. عزة مشيت مشيت ولا قعدت وحدي. عليها وحدك عليها. عندك ميمتك زينب اماني فاطمه حتى من الباجي صاحبي يحبك ياسر. وانت سيدي خويا؟ انا هاني لاقي في الخدمه. انا وانا راني في الخدمه بحذاك وفي الدار بحذاك ولا عمرك تلفت لي. بون اسمع شوف منو هكاك تبدا عندك مشكله ولا حاجه مقلقتك يجاني في كل وقت.
ما يسالش. وتوا كان تحب تقول حاجه قولها، هاني نسمع فيك. مشكلتي ما فيهاش حل. ما فماش مشكله ما فيهاش حل، ومشكلتك انت ما يعبر عليه بالمصطلح العلمي الذهان. معناتها انت عندك اضطراب شامل في الوظائف العقليه نتاعك، معناتها انت قاعد تعيش في تحويلات في ملكاتك الذهنيه. سيدي خويا ما فهمت شيء، انا ايش عندي توا؟ معناتها بالعربي انت تعيش في ديدوبلومون في شخصيتك. شويه شخصيتي لاباس عليها؟ لا ماهوش لاباس عليك، وانا شفتك اسبوع يراب، شفتك كيفاش. ايوا ويلزمك توا كوت كوت ترجع كما كنت من الاول. نعرف الحكايه ماهوش سهله، اما توا بشويه بشويه تبرا، وهاني انا معاك. باهي سيدي خويا ربي يفضلك. شنو شنو توا سيدي خويا؟ شنو تشد عليك الحكايه هذيا سيدي خويا؟ سيدي خويا مش ولد خالي طلعت عنده بنيه يحبها ويموت عليها، وخالي ما في بالوش يك هوعة. تفهمت انا وياه وبطلت الحكايه صحيتك. الحمد لله انت الوليد محسوب كي خويا. وزيد انا نقول لك الحقه، ما نجمش نعيش غادي، استنست بتونس وبيكم. عزوزتي وعدها رجعت لي، يا تحفومتي يا قدوستي، يجيني عدي يجيني نفرح بيك. عزة شنو ما تقول ليش توحشنا راتك جنات؟ ها كيفاش بنتي تخلي العروس وحده وتجي؟ لا سيدي خويا هذيك توحشتني انا. شنو سي سبوعي نرجعوا للمعبوكة توا؟ نانا عزة عسلينة أمي فضيلة عسلينة عسلينة يا عزة عسلينة. هكا يا بنيتي هكا تهرب وتخلي سواعي هكري شفنا. يا ماما فاطمة شوفوا شكون يا عزة. صبنا عزة صبنا توحشتك. اي عزة الليلة العشاء في دارنا. اي عليه وخيتي يا اخي انا ما عنديش عشاء في داري، والله عندي سيف تشكشوكة تاكلوا صباحكم ولا شو على رجعتها باش تقبل احناك باش شكشوكة. هاي الناس كل عندي الليلة، هاي وخلي شكشوكة بتاعك الغدوة هي في الفريجيدي. اسبوعي دخل الفريجة بتاع الطفلة وسكر بيرو. شو وين ما جينا كاوعة وفات الحكاية بو شو فات وفات. ها